مرحبا بكم بعد الإشارة عودة رجعنا لكم من جديد واللمة الحلوة اسمها ليميسيون إكسترا يحضروا فيها أخويا النجوم تاعنا مريم عسامة مرحبا عبد الحميد قياس مصطفى دلاجي عزيزة أبو ربيار ليتيسيا شمس الدين باشا وطارق بعلوش اللي تود سويت خويا باش يفرح بكم بلين سيد دنجور دنجور تصفيق على دنجور تونسي جبت لكم الطبيب والاخصائي رقم واحد في الاطفال هو الوحيد اللي قادر انه يجيب ولد صغار اسمه دكتور بي تونسي في الاميسيون اكسترا مرحبا خويا مين كي العاده دكتور بي الناس الغيرات يبعثونا الفيديوهات نتاعهم ونحن نحاولوا باش نفسروا لهم السؤال اللي ديما يدور في مخاخهم يبداو ما يرقدوش حبوا يعرفوا الاجابه عليه تونسي نبداو بالفيديو لولا نايا نمشي للتونس يقولوا باب بحر اما احنا لقيناه الباب اما وينو البحر اما وينو البحر محلاها براءة الاطفال والله محلاها براءة الاطفال على اساس كي تمشي الباب عليوه تلقى عليوه ها ولا تمشي باب سعدون تلقى سعدون هكا قاعد حاط المقدمه قدامه ها امور بيبان اختي ما ندخلش انا نمشي للفيديو اللي بعده دكتور بيك نحب نسلك حاجه عليك بنحب نرقد نرقد ما يحبنيش عليش هذا صعبتها شوية صعب شوية مريم حالتها خطيرة حالتها خطيرة كلمني في سرك بيبير طن جاوبك والله العظيم حالتها خطيرة طفلة ذي قلت لك علاش نحب نرقد ونرقد ما يحبنيش شكون يمول فيك انت خباي كل جمعة يبعث فيديو ما قلقش نحب نرقد ونرقد ما يحبنيش كلمي علي بري غاديك تجيب لك يرقد ولا جيب لك نحب ولا شكون اسمع حسيتها الطفله حسيله تو في الدار تقول لك شو بيعمل لي هكا يا لا لا صلح غلط انا نحب نقول لك راني نحبك على الاخر خير من اللي نحبك ترقد ولا ترقد تحبني ودرا شنو كذا اي لاف يو الفيديو اللي بعده اخويا خلف ال لما الدكتور بي أنا نحب نسألك إخي علاش ماما وبابا كيعرسوا الناس الكل حضروا لهم كان أنا وأخواتي ما حضرناش زعما علاش يا دكتور بي هذوما لسه يتسألوا ويمين هذي أم زميلة فعثتنا الفيديو ساعنتي ترش علاش ما حضرتيش في العرس نسيت إيش قلتي في بوك ها تنتي ما كنتش حبي عليه العرس يا حمدي ربي مازالوا حاملينك في الدار غاديك وساكنه معاهم انت توا ولات علاش ما حضرتش العرس ارجع الكاسيت فيديو ذاك تلقى روحك اكليت عدى قدام الطبق هذاك انت كليت شايعي هكا عرفت وقت انت تشايع في الطبق دونك ما فقتيش بوك وامك عرسوا وجيتي انت في صعب كذا اي لاف يو بنت وسيله اي لاف يو الفيديو اللي بعده بالله باش يسالك سؤال لو كان جيت ليتيسيا طبيبة زعما طبيبة نتاع شنو بلي يبوس ليتيسيا يا معلوم بلي يبوس ليتيسيا يا معلوم هذا ساعة نورمال ما يتعداش مش صغير هذا يفقن هذا ساعة في المترو معلم ساعة قلنا تاع صغار بلي يبوس ليتيسيا يا معلوم يا رب يبوس ليتيسيا باهي كان جات ليتيسيا طبيبة ساعة ما عمرها ما تجي طبيبة هذيك سيكليست تجي بلي هكا الفالف اللي عندك تعمل هكا عندك الدلاج الفرجة معاه وجاي يعمل لك وضيحك خوي الغالي بالنسبة لتسيا بشرة للجميع نهار الأحد الأربعة وأربعة قدام المنقالة باش نحطوا لتسيا البوسة بدينار والكف ب500 احنا وكبدينا بالمنتخب التونسي وبعض للجميع والله هو يحب يبوس لتسيا ايش خنبوسك باش ما يقولوش قلبوا عليك يا عنقيني كي جوا ريت المنتخب صحيح يا منتخب يا غالي نعم بوك الزير خويا مين نرجع وامي دكتور بي دكتور بي لجمع ذي وفات أبعثوا برشا فيديوهات أقريتهم كل نمرو ذاك اللي تلقاوها بعد أسفل الشاشة أبعثوا برشا فيديوهات خطر الجمعة جاية عندكم فازة عالمية مش نورمال وبش تشوفوها وبش تعملوا أقوى 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 حكاية عملتوها في حياتكم ميرسي بوكو
اقعد بعلوش، نصيحة كثيرة لدكتور بي. طارق بعلوش اشتيح مازال جاي، بعد لحظات مصطفى الدليجي باش تحفل لنا الجو، جوس نعملوا طلب مع بعضنا مع هالة على يوتيوب هيت هيتس. دونك شوفوا ساعتين اللي هيت اللي موجودين على يوتيوب، توب 5 اغاني شرقي، توب 5 اغاني غربيه، وتوب 5 توندونس نتاع الجمعه هذيا. نذكركم احنا نسجلوا راهو ليميسيون يوم الخميس، دونك توندونس حتى لنهار الخميس. كان شفتوه اليوم نهار السبت بدلت شويه، دونك الغالب خويا ما عندناش دخل. شوفوا هيت هيت تو سويت مع بعضنا في ليميسيون في هيت هيت الجمعه هذي. نبداو باكثر لي توندونس فيديو سور يوتيوب اللي يتفرجوا فيهم التوانسه. المركبة الخامسة، فيديو أول ظهور إعلامي مريم الدباغ وعبد الحميد قيس على موجات موزايك اف ام. لا سمحني عايش عايش بنتي من غير ما تقص عليا. لا عايش بنتي لا حد شيء. ما 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 قلت لك برشا. لا لا شو ايش ما توصلش شنو هو اللي يعجبو يتفرج واللي ما يعجبوش يتفرج، شكون نعملوا فيه؟ في المرتبة الرابعة نلقاو لو غابور علي فيدباك مع توتو نهار في المرتبة الثالثة من العمارة تدخل في التوندانس الجمعة هذه بكليب شكلي شوكلا 617 ألف مشاهدة على يوتيوب. في المرتبة الثانية نلقاو كلاي بي بي جي في كليبو مصفر بنسبة مشاهدة فوق المليون. اللي خسركم كسب راح تلي فعل الخير معكم وفيلي. وفي المرتبة الأولى نلقاو برنامج ليميسيون حلقة نهار الأربعاء تحتل صدارة الترتيب الجمعة هذه. اشي اللي مستعدة باش تخرج تاع عيالك. شنو اللي يخوف فيه؟ شنو اللي يخوف فيه؟ ونجيو لأكثر الأغاني الشرقية اللي سمعوهم التوينسة الجمعة هذه. في المرتبة الخامسة الفنان مرحم زين بكليب وظل يضحكي بنسبة مشاهدة تفوق 13 مليون. في المرتبة الرابعة نلقاو ناسيا عجرم بكليبها حاسة بيك. حاسة بيك عارفة إنك نفسك أبقى بين إيديك. في المرتبة الثالثة وائل كفوري بالكليب متاعو صرنا صلح بنسبة مشاهدة الجمعة هذه تفوت 8 ملايين. هلا صرنا صلح ما في خسارة ورباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. في المرتبة الثانية نلقاو يارا بكليبها مع ذبني الهواء. بعدك عم تخطر على بالي وبعد ما عصبني الهواء، بعدك أقرب لمن في جالي وعلى بالي نرجع سوا. والمرتبة الأولى يحتلها سعد المجرد بالكليب متاعو Let Go. وما ربحتي والو 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 ونسيتي كلش Alright Let Go. توا نتعديو للتوب هيتس أوكسيدونتال الجمعة هيتس. في المرتبة الخامسة نلقاو يونغ ديف بليف مي بنسبة مشاهدة أكثر من 26 مليون. في المرتبة الرابعة نلقاو بريت إلدريج بكليب The Long Way بنسبة مشاهدة أكثر من 19 مليون. في المرتبة الثالثة تشارلي بوف بكليب How Long. المرتبة الثانية تتحصل عليها تايلور سويفت بكليبها Gorgeous. أما المرتبة الأولى يتحصل عليها نيك باب نسبة مشاهدة فوق 3 ملايين لكليبو Gucci Gang. الجمعة الجاية نتقابلوا في هيت هيت. باي باي. معندي ما نقول معنا ما نقولكم خويا في كلمة. كل واحد اخترنا اليوم انه مصطفى خويا ضيفنا في سهرية السبت وحفلنا الجو. نذكركم اللي بعد شوية راه مازال باش يغني معنا، دونك اقعدوا خويا في بلايصكم ما يتحرك حتى حد من بلاصته. مصطفى في كلمة كل واحد شنو يحب يقول له. تكتبوا كلمة لمصطفى الدلاجي في ما عندي ما نقول لك، كل واحد يكتب له كلمة يحب يقولها لمصطفى الدلاجي.
كلمة واحدة لمصطفى الدلج، كلمة كلمة واحدة. كي نقول لكم ارفعوا الالواح وقتها تهزوا. هاي نبدا ماري. ماي ماري مهز لوحتك وحدك. بون كونتينياسيون. بون كونتينياسيون. هاي قلبها كبير الطفلة. خاطر عطيت على راسها هذاك. نو نو سون با دي تونيزيان بو ريان. اكيد عندنا برشا حب في تونس. ميرسي. الله الله الله. جايز جايز قال لك سلكتها اليوم. في حضرة هرم كيما جايز منجم يكون كان سلكتها. ميرسي بوكو. عليك جايز بالزاف. جايز تونسي وحار ويجايز عادي جدا، اما برشا حب وبرشا نصيحه فماش موفيز فوا، وانا نحترم فيه فنان ساكافولو. بعدين جوك جامبون يا طونطون. جوك جامبون يا طونطون. بعلوش الفلوس اللي فلق العظمه وخرج. انا ديجا فلقت وتخي تخي بيانتو باش تشوفوا بعلوش حاجه كبيره برشا في الـ في, الـ في ويغني مليح، يغني مليح ويمثل مليح وضامر، واهم حاجه القلب سمحوا مأبي برشا حب. ربي يستر اخاي، ربي يستر. عايش يا موسى. جو حفالي والله في بالي استوديو جفالي. جو حفالي تبارك الله عليها. ولا ما قلت لك يعجبني. انا قلت لك يعجبني. الشمس ريتو ثلاثه مرات كاني نعرفوا عندي برشا وترونسبارونس. السيد هذاك منا نغزر شفما وراه، قلب صافي مزيان وشوبيله وراك هذاك إليغان إليغان. وأكثر حاجة نحبها فيك واكتشفتها فيك قلبك السمح، وإن شاء الله ربي يبارك لك. يعيشك يعيشك. الله الله. ليتيسيا جاو باهي. جاو باهي. تفي تري بيان لو جاو. لو جاو جديد هذا. احنا في تونس عندنا البخور ودونك في الكوب دو موند عندنا إيتيسيا. إن شاء الله تري بيانتون تقابلوا في روسيا، ويا ربي فيف لا تونيزي. خويا ياسر مازال ماشيين للكوب دو موند اكيد مادام تنجموا تراو ليتيسيا غادي. هاي عزوز ربي معاك الى الامام. حصتني القدافي قاعد كاتبها. عزيزه ابو لبيار اكثر حاجه تخليني نحبها الساعه هي فنانه، واون بليس كو سا على اسم امي عزيزه. ربي يفضلكم الكل. ونحب تصفيقه كبيره على مصطفى الدلاجي ضيفنا اليوم. تصفيقه كبيره برشا عليك. ميرسي ليميسيون. ميرسي انك اللي جيت بحذانا. طارق بعلوش يعطيك صحة الروح. عبد الحميد قياس. مريم الدبان. شمس الدين باشا. ليتيسيا. عزيزة أبو لبيار. وما ننساش دنجور. تحية كبيرة دنجور. تقعدوا معنا. قلت لكم الجو راهو مازال ما يتحرك حتى حد من بلاصتو. تو سويت فيديو جراج ومن بعد نكملوا خويا أم بوتي مع أخونا مصطفى الدلاجي. تو سويت راجعين لكم. اقعدوا معنا هذه ليميسيون. نشرة الأخبار نبدأها بمشط شارك تو نرجع لك. يا ودي برا بعد. يا أخي إيش قلت لك أنا تفرجت فيها لميسيوم لميسيوم. يا ودي أنا ميسيوم تاعك يا ودي سيادة كسرتها تلزم في جرتكم. يا ودي أجي أجي قالوا ميسيوم. إيش قلت لك أنا؟ يا ودي سيبني أرحم وديك. إيش قلت لك يا سقط عليا؟ يجي أنت يجي تطلع أحكي لك تفضل معنا. قريت هذاك هذاك أغلب ريكية في العالم صنعوها اليابانيين. هي نمشي نشعلوا منها سيجارة. تتكيف البين وتحب تشعلك بهذاك تبان روح. بعد ريق المعيز نقدموا لكم شتيح المعيز. كيفاش عملت هنج هنج شريكي بيكي بيكي باو يا باغا باو شريكي بيكي بيكي باو يا باغا باو شريكي بيكي بيكي باو يا باغا باو شريكي بيكي بيكي باو.
شو شكون هذاك؟ استنى استنى يا اخي، مش شيخ طحيفه اخي؟ مش قال في الليميسيون ركيبو مشيته؟ كل حاجه في بلاصتها، ركيبو مشيته، ما الحزام الزين غزر له. خويا بعد 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 خلينا نصور. يا بعد مبسطك غزر له والله طيحته البليونير. شوف شمس الدين اللي طارت تحت البيه، وهذه يا جماعه شكون تحب تسال يا طحفونه؟ بعلاش وشنو تحب تسالو؟ امين قراش بيت ما فلست وليدو محلوله. قلقتك الشرطه البلديه ديما هز كردونتك وفاسا ومخلي اشتر سلعتك وراك، احنا نعطيوك الحل. فليجه الانتصاب الفوضوي. ليجا فليجا. الو، ولا ما خرجتش اليوم؟ شنو صباح مريض يعطس. بسم الله على ولدي. تحكيوا على اشتهار الرجال المرة اللي فاتت؟ اهو اشتهار الرجال دي، اهو اهو ذي هو اشتهار الرجال. امشي ترى عطيه 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 هو عليه، اركزلو اركزلو. ابا با 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 هذا هو اشتهار الرجال. قال له اشتهار الرجال وغزرلو وغزرلو. هاي هاو شو نحلك الباب يا ولدي؟ هلا الباب باه تكبس لي روحك. اوكي العب نرقد. باهي بوك مازال فايق، هابش نحلك ديريكت لبيتك. اجي ديما نرقد. هاي اكبس روحك، استوي روحك، هابش نحل. باش ندخل ادخل. واحنا شنو عنا بخلاف نقولوا تألم تألم، اش يرد الزيتون عجين واش يخرج نذوح من الشواني. اش يرد الزيتون عجين واش يخرج نذوح من الشواني، واللي بختو بالمرجيني مروح في طورة وكانون حامي. هما بعد جابس جابس جابس، هما بعد جابس على القصرين، هما بعد الفرشيش يا الهام يا الهام يا الحام يا الحام. هما بعد الشعب على ابو جرنين، هما بعد المثلوث المثلوث يا الهمامي. وسكفولي سكفولي. هما بعد عايش على السليم، وما بعد الدلاج على مامي 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 قولوا وما بعد عايش على السليم، وما بعد الدلاج على مامي على مامي على مامي مامي غني لفرنسا ولتسيريا وللأخرين، والدلاج يغني للتاسعة واللي ميسيو واللي قدام يا خلا خلا رمي لا خلا رميها لا خلا عرفيلو خلا خلا رميها لا خلا رميها لا خلا الله 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 Thank you.
مش مريقلة وانتي مش مريقلة انت ليش مش عويقلة حتى انتي مش عويقلة Thank you.